جوليانا الصادق، مواليد 19/1994، من مواليد برج القوس، يعني مصممة على النجاح وروحها مرحة، بس سيبك من الخرافات. رقم 2 بين أخت وأخين، كلهم لاعبين تايكوندو، حتى البابا كان الكوتش الأول، يعني بتقدر تحكي التايكوندو بيمشي بالعروق، بس البابا كان مركز على الإخوان حتى جولي أبهرت الجميع وأصبحت نجمة من نجوم عائلة الصادق. خرجت تربية رياضية من الجامعة الأردنية وكانت أحد هواياتها المفضلة لعبة كرة السلة، يعني البنت ما بتهدى. بلشت جولي لعبة التايكوندو على 7 سنين بعد ما انتقلت من فريق الجمباز، يعني الكيك تبعتها بتوصك المريخ. اول بطولة محلية لجولي كانت بال2004، ولسبب ما يمكن الامر ما كان بالمحل الصح، فقررت تترك صنعة التايكوندو لحد ما الامر رجع محله. يا زلمة قلت لك سيبك من الحكي الفارط. شجعت جولي تكمل المسيرة بعد ما فاز اخوها يزن الصادق بالميدالية الذهبية ببطولة العالم، وانضمت للمنتخب الوطني مع المدرب فارس العساف صانع الابطال. بلشت جولي بين 2009 و2016 تلقط ميداليات كأنهم بيطلعوا على الشجرة، فحققت 6 ميداليات ذهبية و4 برونزية و1 فضية، لحد سنة 2016 لما حصلت بالبطولة التأهلية لأولمبياد ريو على الميدالية البرونزية، ومن هون بلشت تتحول من لاعبة تايكوندو للمرأة الخارقة التي تتحدى كل الصعاب، حتى افراط الغدة خاف منها وما طلع معها براس. بلشت سنة 2017 بتصنيف عالمي 45 واولمبي 66، كسرت الدنيا بمشاركات عديدة اللي ترفع من تصنيفها، من أهم هذه المشاركات بطولة التضامن الإسلامي وبطولة آسيا للصالات المغلقة، أي حققت فيهم برونزيتين. شاركت جولي لأول مرة ببطولة العالم لكنها خسرت ضد اللاعب الألماني، بس جولي زي النحلة تهبك العسل وبعدها تلسع، قبل مختصر ما قصرت فيها ولحمتها تلحين ببطولات 2018. كسرت جولي باب 2018 ودخلت متحلفة على إنجاز رسمي في بطولة آسيا، طبشت الدنيا وحققت الفضية، بس المشوار ما وقف هون، لأن جولي شاركت ببطولة الجائزة الكبرى بروسيا وحققت الميدالية البرونزية، كانت أول لاعبة أردنية بتحقق الميدالية في هذه البطولة. بعدها بشهرين كانت جولي على موعد مع التاريخ لما تحولت لجاكي شان وراحت على بطولة آسيا جاكرتا وفازت أول جولة بفارق 40 نقطة وأنهت اللعبة بالضرب القاضي، وبعدها تغلبت على البطلة الإيرانية ثم الصينية وأخيرا الكورية وحققت الذهبية. بس خمسة وخميسة نسينا نبخر البنت وانصابت بلعنة الإصابات في وقت بطولة العالم، فرجعت إفرازات الغدة وبلشت التهابات الركبة، واختلف الأطباء على مشاركتها وأخيرا رسوا على بر المشاركة، ووصلت جولي للربع النهائي ببطولة العالم رغم الصعاب. بهاي السنة حققت الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى، بعدها عملت عملية بالكاحل الأيمن والأيسر، وأنهت السنة على تصنيف أولمبي 10 وعالمي 9، وحالياً عم تستعد للتصفيات الأولمبية بطوكيو اللي رح تكون بوقت ما بعد ما نخلص من كورونا وسمت بدنها. هاي هي قصة بطلتنا جوليانا الصادق.